أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عين على الثورة. ما إن تبنى مجلس الأمن الدولي قراره حول تدمير الترسانة الكيماوية السورية دون التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد دمشق إذا لم تلتزم بذلك، حتى توالت انتقادات بعض المنظمات الدولية لما اعتبرته إجحافا بحق ضحايا النزاع في سوريا منذ مارس عام 2011، مجددة طلبها بإحالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الإبادة الواسعة النطاق. وقال على سبيل المثال فيليب بولوبيون ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص لدى الأمم المتحدة إن جهود تدمير الترسانة الكيماوية السورية أساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الأسلحة التقليدية كالألغام المضادة للأفراد والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية التي تسببت في مقتل نحو 100,000 شخص. بينما حذر الناشطون من أن آلاف المدنيين قرب العاصمة السورية دمشق يواجهون مخاطر المجاعة بسبب حصار عسكري مشدد يفرضه نظام الرئيس بشار الأسد، فهل تخلى العالم عن السوريين في مواجهة مصير الإبادة الذي يستهدفهم منذ مارس عام 2011؟ ولإثراء هذا الموضوع نتشرف بحضور الدكتور يوسف حاج يوسف، وهو نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير هنا في بريطانيا. بداية أستاذ، أريد أن نعرف تعليقاتك على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يستبعد أي استخدام للقوة في الوقت الحالي. نعم، شكرا لك، شكرا على هذه الاستضافة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن هذا القرار، قرار مجلس الأمن، هو أولا قرار روسي أمريكي لا علاقة للشعب السوري فيه، قرار يسلم البلاد وأهل البلاد للدول الكبرى. شارك به الأسد الذي يبيع سلاحه وعرضه في سبيل بقائه على الكرسي. إنها جريمة بكل معاني الكلمة، فقط في سبيل أن يبقى على هذا الكرسي. الغرب طبعا يرحب، أمريكا ابتداء وروسيا وكل الغرب يرحب بتدمير الأسلحة الكيماوية، فهي بالنهاية لحماية ربيبتهم إسرائيل. يريدون، عندما هم يعلمون والكل يعلم أن بشار الأسد زائل، هم يخشون على ما بعد الأسد، كيف ستكون الدولة، شكل الدولة، ما موقفها من إسرائيل. يريدونها دولة محطمة. الأسد الآن وإيران، نظام إيران، يشاركون في تدمير البلد وتدبير مستقبل البلد. هذه جريمة تضاف لجرائم الأسد، وجريمة أيضا تكتشف نفاق وخداع المجتمع الدولي. الناس في سوريا تقول نحن نقتل، لا فرق إن قتلنا في رصاصة كلاشينكوف أو لغم أرضي أو البراميل المتفجرة أو كيماوي. الآن جعلوا القضية كأن قضية الثورة السورية كيماوي، وما إلى ذلك من إجراءات يعني تحمل في طياتها شياطين الإنس والجن. وأقصد أنه التدمير سيكون ضمن سوريا، وهذا مما يعني أن اعتراف بشرعية بشار، وأن بشار سيبقى باعتباره الذي وقع على الاتفاق، فهذا يعطيه شرعية وتعاملوا معه كرئيس دولة، فهذه جريمة تضاف إلى الجرائم الأخرى، إلى ما هنالك من المخادعات. هنا يوجد أسلحة، والأخطر من ذلك أستاذ بالقاسم، يعني في حيثيات القرار أن المعارضة يجب أن تلتزم في هذا القرار. هذا لغم كبير تحدث فيه لافروف، بمعنى غدا يأتون إلى مجموعة من المعارضة، أنتم لن تلتزموا، أنتم تقفون ضد المجتمع الدولي، فهذا يفتح بابا وطريقا لتدخل المجتمع الدولي بأي وقت، وبالتالي المجرم الأسد جريمة أخرى تضاف لجرائمه، رهن مستقبل البلد للدول الكبرى ولأعداء الشعب السوري. نعم، أريد فقط أن تقولت أن قرار مجلس الأمن يعترف ببشار الأسد كمتفاوض أو كشريك في تنفيذ هذا الاتفاق، ونحن نعلم أن المعارضة على سبيل المثال رهنت منذ سنتين ونصف الآن على سقوط الأسد. هل هذا يعني انتصار بالنسبة للأسد وخسارة بالنسبة للمعارضة؟ هلا الآن عندما نتكلم عن الواقع في سوريا، ربما سنتكلم ليس عنصرين فقط، المعارضة والنظام. هناك المعارضة الخارجية التي وضعت كل بيضها في سلة الغرب، وثبت فشل هذه السلة أنها سلة لبشار الأسد، ليست سلة للمعارضة، ليس لخدمة الشعب السوري. من بداية الثورة راهن البعض على ذلك. نحن كنا نقول أن الغرب هو الذي وضع بشار الأسد وأبيه من قبله، وبشار الأسد سار في الأجندة الغربية وتحديدا الأمريكية بخدمة إسرائيل، بل شارك معها بما عرف بعاصفة الصحراء
الصحراء وشارك بها في احتلال الكويت وكذلك النظام الإيراني، فكيف نقبل بهذه؟ فإذا المعارضة التي راهنت على الغرب هي حقيقة تبتعد عن مطالب الشعب أكثر وأكثر، بل أكثر من ذلك ربما يعني نسمع الآن تصريحات عجيبة أن هناك يعني حديث أن بعض عناصر المعارضة يجب أن تتحد مع النظام لمحاربة ما يسمى الإرهابيين. من هم الإرهابيون؟ هل هم الذين يطبقون الشريعة؟ هل هم الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم؟ يعني الآن هل البلد يعني هناك لعبة دولية كبيرة حقيقة جديرة أن ننتبه لها؟ فإذا هو انتصار للأسد، يعني لا شك أن الأسد مزهو بهذا الشيء ويعتبر أنه أعطي فرصة أخرى، ولكن نحن نقول أننا نعلم ويدرك كثير من المتابعون أن الأسد كشخص منتهي، إنما يراد الحفاظ على نظام بشار الأسد بوصفه نظاما تعامل مع الغرب، خدم مصالح إسرائيل، حارب وقام بكل تنفيذ الأجندات الغربية كما ذكرنا في الكويت في احتلال العراق، بالتعاون السجون السرية، تعذيب المعتقلين، كان يعني حديقة خلفية ومنطقة نفوذ للغرب، يريدون نظاما بديلا. البعض من المعارضة للأسف قبل، نحن نقول أن لا حل لسوريا إلا أن حقيقة يعني أن نعرف من عدونا، من صديقنا. ويسمى مؤتمر أصدقاء سوريا، من يومين ثلاثة كان هناك مؤتمر أصدقاء سوريا، الكلام جربة قال كلاما خطيرا فيه حقيقة، يعني ما زالوا يعولون عليه لسبب واحد حقيقة، لأن ليس لهم وجود في الأرض. نحن نؤيد حقيقة بيان الكتائب التي رفضت الاعتراف بالائتلاف ورفضت الاعتراف بجنيف 2، هم سيذهبون لجنيف 2. جنيف 2 هو إعادة إنتاج نظام بشار، مع بشار أو بدون بشار، وهذه حقيقة يعني هدر لدماء الشهداء وتضيع للتضحيات. بشار الأسد بهذا نعم هو يبيع كما قلنا عرضه وسلاحه في سبيل أن يبقى على هذا الكرسي المعوج، فهو يعتبر نفسه حقق انتصارا بوصفه بقى على الكرسي، لأنه لا يهتم للشعب السوري ولا يهتم لا هو ولا أبوه حقيقة من قبل، يعني فهو مزهو بهذا الانتصار، ولكن الأمور لم تحسن بعد. هناك الثورة مستمرة، الناس حقيقة نعم متعبة، نعم تعاني، ولكن هذا فيما يتعلق بالثورة وإسقاط بشار الأسد الأمور سائرة. نعلم أن التآمر علينا كبير، نعلم أن التآمر وصل إلى 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 بعض داخل المعارضة، ولكن بالنهاية هذه هي الدعوات، وهذا التحرر دائما له ثمنه وله متاعبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله النصر. أشكرك، سأعود ربما نعود للحديث عن هذه النقطة. ينضم إلينا الناشط الميداني من إدلب في سوريا وسيم زكور. وسيم، ألو، أهلا بك وسيم. تحياتي أستاذي الكريم. تحياتنا. كيف كانت ردود الفعل الثوار، أو على الأقل أنت كناشط ميداني، كيف كانت ردود فعلهم حيال هذا القرار أو اللائحة الأممية أظن 1540 التي تستبعد استخدام القوة في حال عدم تنفيذ النظام السوري لبنود الاتفاق حول تدمير الكيماوي، كيف تلقت؟ أخي الكريم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الشارع السوري خاصة والعربي عامة هو غاضب مما جرى، لأن اللعبة أصبحت مكشوفة الآن. يعني بالنسبة للكيماوي، أمريكا باعت شهداءنا وباعت جرحانا وباعت كل شيء من أجل أن تسلم سوريا الكيماوي، وهذه خطة مدروسة. الغرب بشكل عام لا يهمه سوريا أو من يذبح أو من يقتل كما يستنكرون ويقولون ويشجبون، إنه مجرد كلام، ولكن عند الحقائق نرى أن أمريكا في مصلحتها هي أن تأخذ الكيماوي من سوريا ولا وتعلق ضربتها المتوقعة إلى سوريا، وهذا ما يريده النظام. يعني أيضا النظام يبيع كل شيء من أجل أن لا يضرب، فقط أن يحتفظ بهذا الكرسي. نعم. هذا بالنسبة للكيماوي وردة فعل السوريين حقيقة. نعم. أما أمريكا في حال أقول إذا أحبت أن تضرب، فصدقني أخي، عندما تهيئ أمريكا البديل الصالح أو الابن البار لإسرائيل، فعندها ستضرب، ولكن ليس كما قال ضيفك بالأمس، ستضرب ضربة قصيرة مجدية، ولكن عبر هذه الضربة لم تطيح بالأسد فحسب، بل هي تريد أن تطيح بالأسد وبالحركات الإسلامية المتراجدة على الأراضي السورية
بحجة أنها إرهابية وتنظيم قاعدة وما شابه من هذا الكلام. وتأتي بالبديل وتقول للرأي العام ها نحن ديمقراطيون وغيرنا نظام الحكم في سوريا تفضلوا. وعندها تكون وضعت من هو يعني أرذل من الأسد. تمام. أما بالنسبة لمؤتمر جنيف فصدقني أخي الكريم راح يكون عندنا جنيف 2 و3 و4 و5 و6 وإلى ما شاء الله، وكل من يذهب إلى جنيف من المعارضة السورية نحن في نظرنا السوريين هو خائن، لأن الائتلاف والوطني المجلس الوطني ومجلس الائتلاف إلى الآن عبر 2.5 سنين لم يقدم شيء فاعل على الأرض للسوريين في الحقيقة. يعني على مستوى شيء صغير ألا وهو مثلا جواز السفر، لم يستطيعوا إقناع دول بأن يعترف بالسوري خارج البلاد في هويته مؤقتا، فما جواز السفر سوى عبارة عن وريقة والهوية عبارة عن ورقة، ولكن كحالة استثنائية لم يستطيعوا فعل هذا. فماذا تترجى من هؤلاء الذين يقبعون في اسطنبول والذين يقبعون في القاهرة سوى تغيير المناصب والتصارع على المناصب وتغيير رئيس الائتلاف يوما ما والوطني في أستاذ زكور أستاذ زكور وتبديل. أستاذ زكور ربما نعود إلى المعارضة في الداخل وفي الخارج، لكن الثوار بالنسبة للثوار وحتى الأهالي والسكان السوريين الآن كيف يشعرون، أو هل يشعرون بتخلي العالم المتحضر والمجموعة الدولية عنهم بعد أن تم يعني بعد 2.5 سنة من الحرب؟ نجد أن كبار هذا العالم أو المجموعة الدولية تتفق على جزيئة فقط من الحرب في سوريا وهي الكيماوي وليس على الكل وهو الإبادة. أنت تعلم بأن السوريين غاضبون 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 لأنهم باتوا على يقين مطلق بأن العالم بأسره قد تخلى عنهم من الدول العربية والدول الغربية، وليس هنالك سوى عبارة عن مسرحيات يتناوبها الدول فيما بينهم بين مؤيد وبين معارض لهذه الثورة المباركة. والحقيقة أننا عزمنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى وأوكلنا أمرنا إليه فقط، ثم نعلق الأمل في المعارضة التي في الداخل التي هي في الداخل فقط التي يعني موجودة على الأرض. هذه هي المعارضة الحقيقية. الكتائب الألوية الشريفة التي تحاول تحرير المناطق من أيدي النظام الغاشم. أما عن المجتمع الدولي فصدقني اعتبارا من مجلس الأمن وأنت نازل إلى الآن نحن في نظرنا كسوريين لم يفعلوا لنا شيئا، وبتنا لا نعلق عليهم في أي أمل كان. نعم. لكن أستاذ زكور اليوم على سبيل المثال تم الإعلان عن تشكيل تجمع اتحاد الديمقراطيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية، وأنت تقول حتى ضيفي في الاستوديو الدكتور يوسف حاج يوسف يقول أن المعارضة في الخارج ليست يعني البديل عن المعارضة في الداخل، وأنت قلت كذلك منذ قليل أن معارضة الداخل أنك تعلق الأمل على المعارضة في الداخل. هل الآن الثوار داخل سوريا باختلاف توجهاتهم وفصائلهم هل هم قادرون على الصمود في ظل يعني تخلي هذا التخلي الغرب وحتى الدول التي كنا نظنها حليفة كذلك تخلي الغرب الجميع عنهم في الداخل، هل هم قادرون على الصمود أمام الآلة الحربية السورية؟ أخي الكريم نحن قادرون على الصمود ولو لعشر سنين، لا يهمنا هذا الأمر، لأن العقيدة التي في داخلنا أننا سنتحرر من هذا النظام عاجلا أم آجلا بكامل رموزه ونظامه وطغيانه. ولكن نحن لو أراد الغرب أو العرب أو أيا كان المساعدة فليأتونا بالذخيرة والسلاح. هذا ما نطلبه منهم، ولكننا يعني بما لدينا من عتاد بسيط وما نحققه من غنائم من الجيش الأسدي هذا ما نتكل عليه بعد الله، ولكننا ضمنيا صامدون ولن ننهزم، ثق تماما بأننا لن نهزم في هذه الثورة بإذن الله ولو بقي فينا طفل رضيع.
نحن سنظل نقاوم ونقاتل ونفعل ما نستطيع حتى نستطيع دحر هذا النظام. إن أبت أمريكا أو شاءت أمريكا أو شاء الغرب أو شاء العرب أو أبوا لا يهمنا هذا. نحن في البداية أخي كريم في بداية الثورة لم نتوقع هذا من المجتمع العربي والغربي. توقعنا أن يلتفتوا إلى ما يحصل في هذه المجازر ومن هذا الظلم الذي بات في سوريا يؤرق الضمائر، ولكن عندما رأينا بأنها كلها ألاعيب ومسرحيات يتناوبون الأدوار فيما بينهم لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ثم إلى ما استطاعت تقديمه يدانا نحن فقط في الداخل. نعم، لكن أنت تتحدث عن الثوار يعني وقبيلتهم الصمود، ولكن ماذا عن الأهالي التي الأهالي والسكان كذلك الذين يتأثرون بهذا المجهود الحربي من كل الأطراف؟ فبعض الأخبار التي جاءت من اليوم على سبيل المثال تقول أن فيه تحذيرات من أن الآلاف يتضورون وجوعا في سوريا من جراء الحرب، فيه نازحين، فيه مشكلة نازحين، كذلك فيه الآلاف من اللاجئين السوريين عالقون على الحدود مع الأردن. كيف ترى انعكاسات هذا يعني الحرب في سوريا على الأهالي والمدنيين؟ أخي كريم، أولا الحروب بشكل عام، الحروب بشكل عام حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها ثمن وتضحيات. لا بد من دفع الثمن. نحن الآن في حرب وهذه حالة استثنائية على سوريا، يجب أن نلتفت لهذا جيدا. نعم. ونحن نعلم بأن المدنيين أيضا يدفعون شيئا من هذا الثمن، ولكن هذا أمر مغصوب عليه نحن في الداخل. ماذا نستطيع؟ كيف نأويهم من ضربات الأسد؟ كيف نحميهم من بطش الأسد؟ كيف نحميهم من هذا؟ الفقر موجود، نعم، وقلة العمل موجودة، وقلة الفرص، والنازحين على الحدود كما تقول موجودين، ولكن هؤلاء بحماية الجيش الحر قدر المستطاع، والجيش الحر يحميهم بإذن الله ولا يتعدى عليهم، بل يحاول مساعدتهم بما يستطيع وما يستطيع أن تقدم يداه، سواء من مال، سواء من سلع غذائية عبر المنظمات الإغاثة التي ترد من الخارج والتي تسرق ثلاثة أرباعها، وأيضا ما نستطيع يعني تسرق من الخارج وليس من الداخل. نعم. بالنسبة لنا كثوار أقول لك باختصار شديد، نحن نعلم بأن المدنيين يضحون، ولكن نحن أيضا نضحي بدمائنا لأجل يعني تهيئ الراحة لهؤلاء المدنيين ما استطعنا، ولكن كيف نستطيع حمايتهم من الطيران الغاشم والدول ترى بأعينها القصف المدمر على سوريا ولا تستطيع حتى اتخاذ قرار أممي بحظر الطيران منذ ثلاث سنوات تقريبا. لم تأتينا حتى بقرار حظر طيران أو منطقة عازلة يا أخي لهؤلاء المدنيين العزل، ولكن هذا يعني حاولنا من أجل ذلك جاهدين ولن نستطع. المجتمع الدولي يتلاعب وأنت تعلم هذا، والمعارضة بالخارج تتلاعب وأنت تعلم هذا، والكل يبات يعلم هذا. أما بالنسبة للمدنيين في الداخل فهم أنا أقول لك ليسوا ناقمين على الجيش الحر، بل بالعكس هم يعني ينطون تحت راياته وتحت ألويته لحمايتهم. لماذا؟ لأنهم يعرفوا لو أنهم بقوا في مناطق النظام لهتكت أعراضهم ولا فعل بهم ما لا يحمد عقباه، فلذلك هم عندهم أرحم من أن يجلسوا بهذه الخيام تحت ظل الجيش الحر خيرا لهم من الجلوس بفيلا عند مناطق النظام، هم يعون هذا جيدا. أما بالنسبة للوضع المعيشي أخي فهذا كل سوريا حتى الثوار يا أخي، الثوار الجيش الحر، قل لي هل له راتب من المجلس العسكري؟ ليس له راتب. هل له معونات؟ ليس له معونات. أخي أنا أتكلم، أنا ناطق رسمي للواء الشهداء إدلب، أنت تعلم هذا اللواء الذي قدم الكثير وحاول الكثير وحررنا حارم والحمد لله وغيرها، ولكن أين السلاح؟ أين الذخيرة؟ أين العتاد؟ أعطونا وانظروا ماذا سنفعل. والله باستطاعتنا لو كان لدينا عتاد وذخيرة والله لاستطعنا دحر الأسد في ثلاثة ليال، ولكن المجتمع الغربي يريد إنهاك
البنى التحتية لسوريا وإنهاك الجيش السوري وإنهاك القوى السورية وإنهاك العتاد السوري وإنهاك الذخيرة السورية وإنهاك كل ما تبقى في سوريا لكي لا يعني تشكل خطرا على إسرائيل في المستقبل. هذا ما ينظر إليه الغرب حقيقة يا أخي الكريم. نعم، ولكن الغرب وأمريكا يعني في مقدمتهم تتذرع بعدم تسليح الجيش الحر أو الثوار الآخرين كذلك بدريعة أنها قد تسقط في الأيدي الخاطئة، أي الجماعات الإسلامية بالنسبة لها. أخي، أولا الجماعات الإسلامية ما هي سوى يعني أناس تطوعت للجهاد مثلنا مثلهم. ما هي الجماعات الإسلامية؟ هل تستطيع شرح هذا لي أخي؟ الجماعات الإسلامية الذين يزعمونها ما هي سوى أناس ملتزمون في الدين نوعا ما، ولكنهم ليسوا لا تنظيم قاعدة ولا ما شابه من هذه التسميات التي أتونا بها. نحن نعترف بأنهم يعني موجودون على الأرض، ولكن نحن نحيي صمودهم يا أخي. هم يقاتلون معنا في خندق واحد ضد عدو مشترك ألا وهو الأسد. ما هو الفرق بيننا؟ ولماذا هذا الشرخ؟ ما هي الفرق بين الجيش الحر أو الحركات الإسلامية يا أخي؟ نحن في خندق واحد ضد الأسد. أهم يحاربون من أجل شيء آخر؟ أم نحن نحارب من أجل شيء آخر؟ ولكن إن أمريكا تقول هذا بأنها تنظيم قاعدة وبأن هنالك إرهاب في سوريا ومن أسمتهم هي بالحركات الإسلامية، صدقني على الأرض والواقع هم أناس مثلنا مثلهم، ليس فرق بيننا ولا بينهم، وعدونا مشترك، وقدموا وضحوا واستبسلوا معنا في كثير من المعارك. ولكن هم يتزعمون بأنها أيادي خاطئة ولكنها ذريعة لكي لا يرسلوا السلاح، لا يرسلوا السلاح، لا يرسلوا السلاح من أجل هذا. وأما هم صدقني فنحن عقيدة واحدة ألا وهو دحر الأسد وأعوانه ورموزه ونظامه. أستاذ زكور، تم تدخل في العراق باسم تدمير أسلحة الدمار الشامل، في يوغوسلافيا باسم وقف تطهير العرقي، في ليبيا باسم حماية المدنيين، بينما في سوريا يعني العالم يبدو عاجزا عن اتخاذ أحد هذه القرارات والتدخل بصفة قانونية أو حتى غير قانونية في لنجدة المدنيين الذين يقتلون في سوريا، لماذا في رأيك؟ والله يا أخي لأن الأمور هي الآن أنت تعلم جيدا بأنها في فوضى عارمة. نعم، يعني إذا التفت إلى حقيقة الأمر في سوريا كيف تستطيع اتخاذ قرارات وأشياء وتنظيم يعني بنود واتفاقيات في ظل هذه الفوضى العارمة التي تشوب في سوريا الآن، والتي تراها بأم عينك من المجازر والقمع والقتل والطيران والقصف المنهمك علينا بشكل يومي وفي في في عدة مناطق في سوريا، إذا لم نقل في سوريا بأكملها من كل قراها ومدنها وريفها وسهولها وجبالها ووديانها، فكيف نستطيع اتخاذ قرارات؟ وكيف نحن الآن ما نستطيع به هو توحيد كلمتنا، وذلك لدحر هذا النظام الطاغية وإنشاء الغرب والعرب أن يساعدونا في شيء واحد يا أخي. نحن نريد أن يسلحونا ولا نريد منهم شيئا آخر. إن استطاعوا أن يفضلوا على رؤوسنا فليعملوا لنا حظر طيران، هذا نريده منهم وحسب. صدقني يا أخي، نحن الآن في فوضى كبيرة في داخل الوقت، لأن الأمور أنت تعلم أصبحت غابة. لماذا السبب الفوضى العارمة؟ هذا السبب هو طول الثورة، طول أمد الثورة، وأكيد كلما طالت الثورة يحصل بعض الفوضى، ولكن نحن كجيش حر وحتى الحركات الإسلامية ممن يزعمها الغرب بأنها حركات إسلامية، صدقني نحن نسيطر على الوضع تماما، والمدنيون بخير ونحن بخير بإذن الله، ونحن يعني ماضون حتى النصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم أستاذ، ربما سؤال أخير أستاذ زكور، هناك من يقول كذلك أن هذا الاتفاق الكيماوي وحتى المشكل الكيماوي أيضا أنه جاء يعني لوقف هذه الانتصارات الميدانية التي كان يحققها الجيش الحر على حساب القوات النظامية المدعومة بحزب الله وكذلك بأسلحة روسية وبدعم كذلك إيراني، ما رأيك؟ يعني تقصد أن الأسد قصفنا لأنه عجز عنا، تقصد؟
لا لكن لا وقف سيطرة الوقف يعني زحف الجيش الحر وتحقيقه إنجازات على الميدان. شيء طبيعي. والغرب مشى في هذه يعني المعاملة يعني. يا أخي شيء طبيعي. الغرب صدقني هو من أمر الأسد بضرب الكيماوي، وهو من أمر بكل شيء ليوقف هذا الزحف العارم من الجيش الحر والفصائل الأخرى لدحر العدو، لأنهم لا يريدون للثورة أن تنجح الآن. هم لا يريدون حتى يهيئوا البديل المناسب لبدل بشار، وذلك بعد أن تستنزف سوريا كاملة وتصبح كالورقة المحروقة. في ذلك الوقت سيقولون نحن أتينا لننصركم وأتينا لندحر العدو معكم. في تلك الآونة فقط سيتحركون سيدي. يعني الآن ما تشاهده من عملية تسليم الكيماوي وغير ذلك صدقني هي لعبة متفق عليها مبيتة. عندما قال أوباما الخط الأحمر رأينا لم يفعل شيئا، والآن هو ما يطلبه يعني أمر الأسد بضرب الكيماوي، وليس ولا يهمه الشهداء، يهمه فقط لكي يضرب الأسد الكيماوي ليتذرع أوباما بأن هذا خطر على المدنيين فينزع الكيماوي من سوريا، وكان الأسد له النصيب في الرغبة في ذلك، وذلك فقط ليحافظ على منصبه كرئيس. شكرا الناشط الميداني من إدلب وسيم زكور. وأعود إلى ضيفي في الأستوديو أستاذ الدكتور يوسف حاج يوسف. الأستاذ زكور من إدلب يقول أن الكيماوي لعبة سياسية بين الكبار، وبأن ما يجري الآن في سوريا حرب استنزاف غرضها إيجاد بديل عن بشار الأسد يحمي ربما المصالح الأمريكية وربيباتها في المنطقة. تعليقك. نعم، يعني هذا الكلام يعني الصواب حقيقة. نحن ما زلنا نذكر جون كيري كان هنا في لندن، قال أنه سأل سؤال صحفي فقال كلمة نعم يمكن أن تجنبه الضربة العسكرية إن نزع السلاح سويعات قليلة يحصل ما يحصل. وليد المعلم يطلع في هذا التصريح الكبير أن الجمهورية العربية السورية تقبل بد، يعني وليد المعلم ليس مصرح له أن يأخذ قرارات كبرى، مما يدل على أن القضية مرتبة حقيقة وهي تبادل أدوار. نعم الذي قاله هو صحيح، هنا هي ناحية أخرى. تم في الحديث وبسؤالك للأخ وسيم زكور أنه يعني هذه القضية تأتي في سياق تقدم الجيش الحر، يعني هذا الكلام أيضا يجب أن نتوقف عنده قليلا. الجيش الحر والثورة ابتدأت من الصفر بل من تحت الصفر. نحن أبناء سوريا نعرف، وربما حتى الناس من خارج سوريا يعرفون هذا النظام وجبروته ونظامه، كان يعني لا تستطيع أن تفتح دكان حلاقة بدون إذن منه. وأنت كنت قلت لي أنك كنت في سوريا يعني منذ أسابيع فقط، وكنت شاهد ميداني على التطورات كذلك هناك. نعم نعم، أتيت منذ 3 أسابيع حقيقة، ولكن وسيم زكور يعني أتصور كف، وأنا كنت في إدلب حقيقة يعني تحديدا هو في إدلب، وذهبت للرقة وذهبت لحلب. يعني النقطة التي جديرة بالتوقف، نعم هذا يأتي في سياق تقدم الجيش الحر وعدم انكفائه على نفسه. كم من المؤامرات حصلت، كم من المهل أعطي بشار الأسد من أيام الدابي ومراقبين العرب، ثم روبرت مولت، ثم كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي، كل هذه مهل 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 حتى يضرب ويقتل ويبطش، وهو فعل لم يقصر. استخدم البراميل المتفجرة، الصواريخ، الدبابات، وأخيرا استخدم الكيماوي. فإن يعني فشل بشار الأسد بأن يقهر هذه الثورة ويدمرها مستخدم كل شيء، جعلهم يتحركون بأنفسهم. أنا كنت ربما من 3 أسابيع هنا مع الأستاذ عثمان، نحن قلنا أن الغرب يتحرك بوصفه الأصيل بدل الوكيل. الوكيل بشار الأسد يفشل عن قهر الثورة، الآن الغرب يتحرك بنفسه. وكما قلنا آنفا، هذا القرار الدولي الذي صدر صباح اليوم أو ليلة البارحة المتأخر هو حقيقة تسليم للبلاد من قبل بشار الأسد وإيران ومن لف لفهم للغرب، حتى تكون سوريا وثورة سوريا بزعمهم تحت سيطرتهم، يستطيعون أن يتحكموا بها، يتحكمون أن يفرضوا البديل. هذه القضية الكبرى. هل تنتصر؟ نحن نقول بإذن الله لن تنتصر. الذي سمع كلام
الأخ وسيم زكور وهذا الوعي الذي يتشكل حقيقة في سوريا. يقول بسمارك السياسة أن تعرف فن معرفة العدو. القرآن يقول قبل ذلك وأهم من ذلك إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إن لم تعرف عدوك فلن تستطيع أن تنتصر في شيء. الذين وضعوا أيديهم بأيدي الغرب وضعوا أيديهم بأيدي من حمى بشار، بل من وضع بشار وأبيه من قبله. هذا الوعي الذي يتشكل عند السوريين وعند أهل الشام تحديدا وعند أبناء الأمة الإسلامية في هذه المسرحية الدموية الخطيرة حقيقة، كما تعلم الصحابة رضوان الله عليهم بدرس دموي في أحد وحنين، الآن نحن نسأل الله أن نكون نتعلم وبهذه الدروس الدموية التي فرضت علينا حقيقة. شهداؤنا هم مأجورون عند الله بإذن الله، ولكن نحن نتعلم عندما تعرف أن هذا الغرب هو الذي حمى. نحن لم نتحرر، نحن نقول حقيقة منذ أن هدمت الخلافة الإسلامية وربض المستعمر من بريطانيا وفرنسا ثم أتت أمريكا وهولندا وإيطاليا على بلادنا، لم نتحرر إلى أن خرج الاستعمار ثم بقي من خلال عملائه في كل البلاد الإسلامية من أندونيسيا حتى المغرب حقيقة، لا يستثنى أحد. هناك حكام ظلمة، وهنا إشارة يعني مهمة، أين حكام العرب؟ أين حكام المسلمين؟ هذه المذبحة، هذه الجريمة الكبرى، هم كلهم يدانون، هم كلهم مجرمون حقيقة بصمتهم، لا ينصرون أحدا. بل أين ضباط المسلمين؟ أين هؤلاء؟ رأينا السيسي هذا المجرم يتحرك نصرة لأمريكا واستجابة لأمريكا. سنعود ربما إلى الموقف العربي بشكل عام. ينضم إلينا سمير سطوف وهو عضو المجلس الوطني السوري من الجزائر. أستاذ سطوف. نعم، مساء الخير. مساء النور أستاذ. لك ولضيوفك. مساء النور أستاذ سطوف. كيري، جون كيري رئيس الدبلوماسية الأمريكية، يقول في معرض ردود فعل على القرار الأممي أننا أخذنا، والكلام لكيري، على عاتقنا حماية العزل. وفي معرض كذلك ردوده قال إن الصبر العالم ينفد عندما يقوم شخص ما بقتل شعبه، ولن يتم التسامح مع الوحشية التي تجلت في استخدام أكثر الأسلحة ضراوة، فالعالم سيهب في مواجهة ذلك. هل تعتبرون أن العالم يعني هب إلى نجزة المدنيين في سوريا؟ يعني مع الأسف الشديد في مثل مصري معبر عن هذه الحالة، أسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك أستعجب. نعم. كيري عندما يقول مثل هذا الكلام وهو مجرد يعني كلام يطلق على عواهنه في الهواء ليس له ترجمات عملية على أرض الميدان، وبدليل القرار الأمم الأخير الذي رعته أمريكا بالاتفاق مع روسيا، والذي يرسم عمليا واقعيا التآمر الدولي على الثورة السورية. نحن كنا من زمان قلنا أن القوى الدولية في المحصلة ككل يعني بغالبيتها إسرائيل أمريكا شرقا غربا لا تتحمل تبعات انتصار حقيقي للثورة السورية. لأن هذا الانتصار سيكون له تجسيدات ميدانية وفورية في عموم المنطقة وفي العالم. أقول في العالم يعني ليس من باب الافتخار بأنه نحن سوريون ولا كذا، لا، هذا واقع الحال. أصلا لافروف لم يكن صادقا يوما ما في تصريح إلا في تصريح واحد عندما قال على نتائج حسم الأمور في سوريا ستتوقف معادلات التوازن الدولية الجديدة. نعم. هذه أصبحت حقيقة واضحة للقاسي والداني. التبعات المباشرة، المشروع الصفوي الإيراني سيأكل ضربة في الصميم وسينتهي عمليا، لأن النظام السوري هو رأس الحربة في هذا المشروع وإيران استثمرت في ذلك كثيرا. أما قول طبعا لا أريد أن أعرج على تبعات ذلك أيضا في المنطقة، في عموم المنطقة العربية، في عموم تأثير ذلك على الثورات العربية التي حدثت في يعني أكثر من قطر، ومن ليس من باب الصدفة أن تكون هذه الأقطار كلها جمهوريات. هل أفهم أستاذ ربما فيه البعض كذلك كان يقول أن ربما هذه التداعيات هذه كذلك هي تدخل في مجال في سياق تصفية الثورات العربية كذلك؟ نعم، لم أفهم السؤال. يعني كذلك هناك من رأى في هذا
يعني اختصار يعني صراع الكبار على في الملف السوري، كذلك يعني اختصار الأزمة التي تعصف بسوريا مدة سنتين وأكثر في الكيماوي فقط، نفس الشيء بالنسبة ما يحدث في مصر في تونس، بأن هناك محاولة دولية ربما كذلك للالتفاف على ثورات الربيع العربي. هذه المحاولة الدولية لم تنقطع أصلا. نعم. لم تنقطع أصلا. يعني أنت تذكرني بقول كيسنجر لبيجن، نعم، إنني أسلمك أمة نائمة لكنها إن صحت ستسترجع بسنوات ما فقدته في قرون. نعم. هذا الذي، وهذا القول صحيح، علينا أن نعترف أننا أمة نائمة لكننا نمتلك كل إمكانيات التعويض فيما لو فعلا تصرفنا كأمة حقيقية تدافع عن مصالحها، تزيل أنظمة الاستبداد والظلم والجور. فعلا هذا القول يعني أراه في 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 مكانه. العالم لم يتوقف أخي الكريم، لا الآن ولا منذ عصر الثورات العربية الربيع العربي، ولن يتوقف. هو سيضغط دائما لترك هذه المنطقة، هذه الأمة نائمة. لكن هل هذا هو قدرنا؟ نحن الذين أعطينا الحضارة للعالم ككل. يعني هناك دراسة أنا قرأتها وتمعنت فيها، مع أنني لا أفهم في تقاطعات خطوط طول وعرض ومنطقة وجيوسياسية وجيوستراتيجية، تقول لو لم تلد الحضارة في بلاد الشام لما عرف العالم الحضارة الآن. نعم. أتكلم عن آلاف عديدة من السنين. إذن هل هذا قدرنا أم أن قدرنا الحقيقي أن نعي واجبنا مصالحنا ونتصرف على هذا الأساس؟ هذا التشتت، هذا التشرزم الذي يعمل عليه وتوضع له مخططات كبيرة جدا على المستوى العالمي، هل هذا هو قدرنا؟ ألا نستطيع أن نستيقظ؟ ألا نستطيع أن نفيق من هذا السبات العميق؟ نعم. هل ينبغي على الآخرين أن يتحكموا فينا ويأثارنا؟ أستاذ سطوف، أريد لنعود أعود بك إلى ربما ردود الفعل، وهذه المرة رد الفعل ربما السوري، حيث قال الجعفري ومندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، قال بأن وكان في يعني في حديثه لغة تحدي أيضا عقب إقرار اللائحة الأممية، بأن هذه اللائحة تغطي معظم مخاوف الحكومة السورية. لكن ماذا عن وقائع التقتيل والإبادة الجارية منذ قرابة 3 سنوات؟ ألا يستحي الغرب، ألا يستحي ربما المجموع الضمير الدولي كما قاله الكثير من المتدخلين خلال هذه الأيام، ألا يكترث العالم بالمأساة الجارية الآن في سوريا؟ ولم يكترث. أنا أقول لك بملء الفم، إن أوباما وبوتين وقادة هذا العالم الظالم هم شهود زور على مرحلة سيئة في تاريخ البشرية. سيسجل لهم التاريخ أنهم فقدوا الحد الأدنى من الحس الأخلاقي والإنساني. أنا لا أعول على هؤلاء أخي الكريم. نعم. الجعفري واجبه، من واجبه أن 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 يتبجح ويرى أن الغرب يتملص من كافة مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية. أصلا مجلس الأمن من أولى مهامه على الإطلاق الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. نعم. يفقد مجلس الأمن دوره الطبيعي، أصبح نادي مجلس الأمن مؤسسة للمصالح الخاصة وللاحتكار وممارسة الاستعمار بصيغ جديدة. نعم. فأنا لا أبه ليدي، أقول ما نحن، ماذا علينا نحن؟ نحن نرى مع أشد الأسف، مع أشد الأسف، مع أشد الأسف، نرى أن حتى المعارضة السورية والتي لم تستطع أن ترتقي يوما ما إلى تمثيل مطالب الحقيقية للشعب السوري، لا المجلس الوطني ولا الائتلاف ولا كل التشكيلات المعارضاتية، لا سيما هل أنت، ربما انقطع الاتصال مع الأستاذ. أشكرك أستاذ سمير سطوف، عضو المجلس الوطني السوري من الجزائر. كنت سوف أسأل سؤال ربما الأستاذ سطوف عن المعارضة، ولكن سأسألك كذلك، لأن الأستاذ سطوف مثلا هو عضو في المجلس الوطني السوري،
هناك الائتلاف الوطني السوري، هناك حكومة كذلك مؤقتة، هناك يعني عدة فصائل في الخارج، هناك كذلك في الداخل كذلك هناك الجيش الحر، هناك كتائب، هناك يعني هذه الفرقة كذلك بين الفصائل ومكوناتها السياسية كذلك للمعارضة السياسية السورية كذلك تحتج أنها الغرب لا يساعدها بالسلاح، لكن الغرب كذلك يقول لمن تعطي السلاح؟ أنت يعني فيه تشتت، أضف إلى ذلك العنصر يعني ما تصف ما يصفه الغرب بالعناصر الإرهابية كذلك في هذا في المعارضة أو الثوار كذلك. طيب يعني فيه تشرذم في المعارضة إما المسلحة أو السياسية كذلك. ابتداء هو انقطع الاتصال مع الأستاذ سمير سطوفي بعض وهو عضو مجلس الوطني وقريب من المعارضة. أنا لست فيها حقيقة. هو كان ينتقدها في آخر كلامه أنها لن ترتقي لمستوى تشرد كذلك وصفها. فهذا كلام حق حقيقة يعني، وهذا يكرره كثير من الذين مطلعون وهم من الداخل يعني. نعم. نلتقي مع المعارضة ونتكلم وموقف الغرب، هذا الكلام يعني أصبح رأيا عاما، هذا فيه خير يعني، وإن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا. نحن نقول أن أحد عناصر الثورة السورية حتى تنجح أن تعرف ما هي علاقتك مع الغرب، الغرب هي قوة كبرى، وهذا يجيب على السؤال أو على الجزء الأكبر من السؤال الذي سألته، تشتت المعارضة. إذا عدنا إلى الماضي قليلا إلى ربما 20 أو 25 شهر، المعارضة كيف نشأت؟ نشأت بتدخلات غربية وتدخلات من بعض الحكام العرب، هم أنشأوا معارضة. أخي وأستاذي بالقاسم، لأن الثورة عندما بدأت كانت موحدة على هدف، ثم كانت سلمية، ثم أصبحت مسلحة، كانت موحدة، كان الناس يعني الآن تتكلم مع أهل الداخل عندما تكون معهم يحنون لأيام بواريد الصيد لما كانوا يقاتلوا فيها المجرمين ويحمون أعراضهم وأموالهم ونسائهم ودماءهم ببواريد الصيد أو بما وصل إلى أيديهم. كانت ينادي الرجل فزع يا ناس باللهجة السورية، النصرة يا ناس انصرونا، فيأتي الناس من كل حدب وصوب يفقدون مالهم وأموالهم ودماءهم ولا أحد يقول. كانت موحدة. دخل الغرب سواء بالمعارضة الخارج، أنشأ مجموعات، هذا هيئة تنسيق تشتغل مع أمريكا يعني، هذا يسمناه هذا العداء للإسلام والإسلاميين، يقول الآن بتصريح قريب أنه مشكلة الثورة الجهاديين يعني أكثر من تصور، هذا محسوب على المعارضة. هيئة التنسيق في الداخل أيضا محسوب على المعارضة، بل قدري جميل نائب مجلس رئيس مجلس الوزراء السوري يحسب نفسه على المعارضة. تدخل الدول مخابرات، حتى المعارضة الخارجية، قطر تدخلت، السعودية، أمريكا تدخلت. الفيديو الفضيحة من تدخل إيريك شوفاليه الفرنسي وروبرت فورد وتدخلت، أنشأت معارضة مشتتة حقيقة. رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للغرب لا يعفي الغرب، إذا تذكر بالبداية كانت حجته لا يوجد برنامج سياسي للمعارضة، وضع برنامج سياسي على هزاله وعلى محاربته للإسلام تحت مسمى دولة مدنية واستجابته لكل مطالب الغرب. حقيقة أتوا بحجة أخرى، قالوا والله المعارضة مش موحدة، يجب أن تتوحد. توحدت وأتى معاذ الخطيب، ثم قالوا والله لا تمثل كل الشعب السوري، لابد أن نضيف لها ما عرف فيما بعض القطب الديمقراطي وميشيل كيلو. ثم يعني أتوا يعني حجة وراء حجة وراء حجة حتى يعطوا الفرصة لبشار الأسد. فرص بشار الأسد، نحن نقول أن بشار الأسد دليل أكثر من إسرائيل، لأنه قدم خدمات للغرب أكثر من إسرائيل، هذا ما يجب أن يدركه الناس جميعا، وخاصة الناس في 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 إيران حقيقة. هذا الجنون الذي يفعلونه يعني، إذا كان النظام بوصفه نظاما، الآن الغزل الأمريكي الإيراني يكشف المكنون القديم من هذا. أن نحن في حزب التحرير نقول منذ 79 الذي أتى بالخميني هم أمريكا، أمريكا أتت للعراق لأفغانستان، إيران دائما ساعدتها مثل مثل نظام الأسد. فبشار الأسد هو قدم للغرب أكثر ما تقدم إسرائيل، لذلك دللوه أكثر من إسرائيل حقيقة، هو طفله المدلل. ربما نعود إلى نقطة بشار الأسد، وكيف أن يعني اتفاق جون كيري ولافروف منذ أسبوعين كذلك لإنهاء تدمير الأسلحة النووية، الأسلحة الكيماوية في جوان يونيو القادم 2014، بينما العهدة الرئاسية لبشار الأسد تنتهي شهرا بعد ذلك وهو ينوي الترشح كذلك. ربما سأعود إلى أخذ تعليقك في هذا الموضوع. نقاشنا حول في عين على الثورة حول الملف في سوريا متواصل، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم إلى عين على الثورة.
أريد فقط أن أعرف أستاذ ردود فعلك ربما كذلك على بعض التصريحات التي جاءت كردود فعل على القرار الأممي أمس. أوباما على سبيل المثال يقول بأن الاتفاق بعد ما تواصل كذلك مع الرئيس الإيراني هاتفيا كما قال روحاني، يقول أن الاتفاق ملزم قانونيا، يمكن التحقق منه، يمكن فرض الالتزام به، وبأنه قرار ينص على انعكاسات على سوريا في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة الأممية. وقال أنه قد يكون انتصارا كبيرا للمجموعة الدولية. قد يكون، كيف ترى الموقف؟ يعني هذا الرجل صدق وهو كذوب، هذه قيلت في حق إبليس الشيطان، وحقيقة هو صدق وهو كذوب. بمعنى ما أريد أن أقول، أولا هذا هو لا يسأل على، يعني إن كان فيه شيء فهو ليس لمصلحة الشعب السوري. الشعب السوري أولا يقتل كما كل الناس تعلم بطلقات البواريد الروسية، بالبراميل المتفجرة، بكل هذه ما في مشكلة عند أوباما. الطيران ما في مشكلة نهائيا. إذا صدق في موضوع الكيماوي، حتى هذا الاتفاق لا يمنع القتل، يعني 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 هذا الاتفاق لا يمنع القتل على السوريين. رقم واحد. رقم اثنين، السوريون غير معنيون، بل يرفضون تسليم السلاح الكيماوي. المجرم بشار الأسد سلمه حفاظا على هذا الكرسي المعوج الذي سينهار به بنار جهنم، ولكن نسأل الله أن ينهار به في أقصى العذاب في هذه الدنيا قبل الآخرة. فإذا هذا الاتفاق لا يقدم شيء للثورة السورية، بل على العكس من ذلك، هذا سلاح دفعنا به من جوعنا، من دمائنا، من عرقنا، بأي حق الشعب السوري. نعم هذا يعني نحن والله أذكرك، عندما كنا صغار كنا البعض نرى يعني نتحدث انه الوضع صعب او كذا او كذا، فيأتي من يسكتنا بكلمة واحدة يقول لك يوسف اسكت، 70% من ميزانية سوريا المجهود الحربي، فنسكت ونقود الأمر على العين والرأس خلاص طالما لتحرير فلسطين. هذا الرجل المجرم هو أبوه استثمر كثيرا في قضية فلسطين ولم يحررها، انظر أين فلسطين الآن. فإذا الاتفاق الكيماوي هو جريمة، هذا الاتفاق وتسليم السلاح الكيماوي جريمة بحقنا، هدر لطاقاتنا، لطاقات أبائنا، وتضييع لمستقبل أبنائنا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية موضوع أنه قد يكون على موضوع الإلزام الصيغة التي وضعت فيها لو تمعنا فيها هي تعطي يد عليا للمجتمع الدولي ولأمريكا للسيطرة على سوريا. إن شاء الله ستفشل، ولكن نحن نحكي تحديدا سياسيا أو رأيا سياسيا. هذه الجريمة تعطي يد على سوريا، بحيث أنه عندما يسقط بشار الأسد، لأننا كما سمعنا من المتصلين من الداخل وكما ندرك نحن من اتصالات من الداخل، الثورة مستمرة حقيقة، لن يوقفها هذا التخاذل الدولي، مستمرة، بل بالعكس هي تعرف طريقها الحقيقي أنها تعتمد على الله سبحانه وتعالى. البيان الذي صدر منذ أيام، نريد الإسلام لأن إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. الناس تعرف طريقها، تحدد عدوها وهي مستمرة. من فقد ولد أو ولدين قد يجوع، ولكن عندما تقول له بشار الأسد ينسى جوعه ويتابع في الثورة حقيقة. نحن أفضل من ساعد الثورة غصبا عنه هو بشار الأسد وإجرامه حقيقة. فإذا هذا الإلزام سيكون بهذه الصيغة العامة أنه إلزام. غدا يقولون أن هذا اللواء أو تلك الكتيبة عرقلت عمل المفتشين الدوليين، فلا بد أن نرسل لها ضربة عسكرية أو قوى. والكل يعرف أن الحديث عند الضربة العسكرية، يعني ما كان ناقص إلا أوباما لبشار الأسد نفسك بإيش يا بشار الأسد؟ كان قال الضربة لن تسقط النظام، الضربة لن تغير التوازن الدولي، الضربة ليست ردعية فقط ردعية في الزمان. ووالله أقول لك هذا الكلام ليس سرا. بعض التسريبات ونؤمن بها قالت أن الذي أو السبب الرئيسي الذي أوقف أمريكا عن ضربة بشار الأسد كانوا يخشون أنه سينهار، سيسقط. لذلك قالوا الضربة لن تنفع، يعني أقل ضربة ستجعل الأسد ينهار. الرقم الآخر الثالث أنه نصر المجتمع الدولي، هذا الكلام صحيح وهذا ما قصد صدق وهو كذوب، لأن المجتمع الدولي له نظام مبني على أن مصالح الدول الكبرى هي المحمية، والذي ذكره سمير سطوف أنه السلم والأمن الدوليين هو مقصود فيه السلم والأمن للدول الكبرى وتقاسم المصالح. فلذلك هم تقاسموا روسيا وأمريكا، وأمريكا كان لها حصة الأسد وهي رعاية، وهذا أصبح مدرك لدى السوريين. الغرب كله رحب فيها. هذا الموضوع، هذا الاتفاق لمصلحة الغرب وإسرائيل الملحقة بهم وليس لمصلحة السوريين. وبهذا المعنى نعم صدق هذا الكاذب أنه انتصار للمجتمع الدولي. نعود ربما لهذه النقطة، ولكن نأخذ ينضم إلينا النقيب عمار الواوي، أمين سير الجيش السوري الحر من سوريا. حضرات النقيب. نعم، تحية لك أستاذ. تحية لك أستاذ. هناك من قال بأن هذا
القرار الأممي يعني القرار الأممي يعني فضفاض وبأنه غير محكم كذلك وبأنه لا يلتزم بالبند السابع للميثاق الأمم المتحدة بأنه يعني وكما نعلم احنا كذلك نحن الشيطان يعني يقطن في التفاصيل. كيف ترى ان هل يستجيب هذا القرار اذا استبعد الضربة العسكرية او التدخل العسكري؟ كيف يستجيب لتطلعات ربما او امال السوريين في الداخل؟ اولا المجتمع الدولي بما فيه امريكا خانت أخلاقها وضمائرها ومبادئها التي تتغنى بها حول حقوق الإنسان و يعني منع ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. لذلك هم في البداية تحدثوا عن موضوع الضربة ليس رحمة بالشعب السوري ولكن حتى يكون هناك امتصاص لغضب الشارع العالمي عندما رأوا الأطفال كيف هم قتلوا بهذا السلاح الكيميائي. بقي اللعب على الضربة لأجل مصالحهم، لأجل الاتفاق حول الملف النووي، من أجل الاتفاق مع روسيا، من أجل هم يلعبون الآن على دماء الشعب السوري لتحقيق مصالحهم وليس أكثر. لذلك هذا الاتفاق اليوم حول نزع السلاح الكيميائي لا يحقق للشعب السوري أي آمال، لأن الشعب السوري يقتل بالصواريخ سكود وصواريخ بعيدة المدى والطيران والمدفعية. هل هناك قرار لوقف قتل الشعب السوري؟ الشعب السوري يريد أن يكون هناك قرار لوقف نزيف الدم وليس قرار لسحب السلاح الكيميائي فقط أو اللعب على سحب السلاح الكيميائي وإرسال مفتشين بين هنا وهناك. ونحن نعلم أن النظام خطير جدا جدا بالجزئيات والتفاصيل ويستطيع أن يتفاوض على هذا السلاح أكثر من 10 سنوات أخرى. لذلك يعني خابت أمل الشعب السوري بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وللأسف ومستمرون نحن كجيش سوري حر في القتال حتى إسقاط هذا النظام. أستاذ، ما هو موقف حضرة النقيب عمار الوابي، ما هو موقف الجيش السوري الحر في الداخل من هذا القرار الأممي، خاصة وأنه يعني سحب منذ يومين أظن الثقة من الائتلاف الوطني السوري المعارف في الخارج؟ نعم، القرار الذي كجيش سوري حر، المقاتلين يحملون السلاح ويقاتلون. نعم. تم اليوم تحرير حاجز الرمسة على الحدود الأردنية بشكل كامل، وهناك اشتباكات الحمد لله في كل مكان، والنصر يعني في كل يوم هناك نصر للجيش الحر. السحب الثقة هو فقط عبارة عن تنبيه للائتلاف الوطني من أجل أن يكون هناك قرار لصالح الشعب ولا يعني توقيع أي قرار لغير صالح الشعب تحت الضغوط الدولية. هل تشعرون سيد الواوي بتخلي العالم المتحضر أو الغرب بصفة عامة عنكم لمصيركم، لمصير الإبادة الذي يعني تعانون منه منذ سنتين ونصف؟ ليس شعور أخي العزيز، هذا واقع. المجتمع الدولي لم يقف أصلا إلى جانب الشعب السوري، حتى من خلال إرسال مراقبيه الدوليين وكانوا موجودين في أثناء الضربة الكيميائية وأخذوا التحقيقات الكاملة عن الضربة الكيميائية وأكدوا أن النظام هو من قام باستخدام السلاح الكيميائي، لكن المجتمع الدولي هو بالأساس لم يقف إلى جانب الشعب السوري، فقط يصدر بيانات بين هنا وهناك لامتصاص يعني مشاعر وإنسانية الشعوب حوله. لافروف كان في معرض رد فعله حول قرار الأممية كان قد قال أن هذا القرار يفتح باب الحل السياسي للأزمة التي تعصف بسوريا منذ سنتين ونصف. هل ترى الأمر نفسه يعني؟ هذا يعني الاتفاق يفتح الباب، علينا ان يكون هناك شروط لهذا الحل السياسي او شروط للتفاوض. نعم. التفاوض ان لم يكن هناك له جدول زمني وبنود للاتفاق، وبالتالي سيضيع دم الشعب السوري لان النظام يتفاوض يعني على الوقت البدل الضائع في كل لحظه واخرى. يجب أن يكون هناك شروط لهذا الاتفاق، جدول زمني للتفاوض، وضع شروط ومبادئ الثورة التي ضحى لأجلها أكثر من 100,000 شهيد. لذلك نحن
الائتلاف الوطني إلى التفاوض أن يكون واضحا أمام الشعب وأمام العالم أنه ذاهب وفق شروط أساسية وجدول زمني لتحقيق ما يريده الشعب سياسيا، إن وقف المجتمع الدولي والعالم إلى جانب الثورة والجانب السياسي. سيد الواوي، أقرأ عليك فقرة فقط من البيان أو اللائحة الأمم المتحدة، تقول أنه على يؤكد مجلس الأمن من جديد على أن جميع الدول أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة يعني دون تسميتها، وكذلك وهو ما أخذه يعني حرفيا كذلك المندوب السوري الدائن لدى الأمم المتحدة جعفر بشار الجعفري، والذي قال أن على الدول التي تقدم السلاح والمال لما وصفهم بالإرهابيين وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن. يعني هنا حتى قرار مجلس الأمن الدولي كذلك يضع يعني طرفي ربما النزاع في سوريا في على نفس الدرجة من المسؤولية في ما يحدث. وضع المجموعات الإرهابية ضمن هذا البيان هو إضاعة للثورة وإضاعة لجميع الشهداء بشكل كامل، لأن الثورة هي خرجت ثورة سلمية مدنية شعبية بكامل قواها، ومن ثم وقف إلى جانبها الجيش الحر. النظام هو من أرسل العصابات المسلحة، عصابات حزب الله وعصابات المالكي ومقتدى الصدر وأبو الفضل العباس، الألوية التي أرسلتها طهران وإيران والعراق وبشار الأسد هي من تعيث في الأرض فسادا، وهي من تقتل الشعب ذبحا بالسكاكين. وقد رأينا مجزرة الحولة ومجزرة القبير ومجزرة تريمسة وفي عدة مجازر. على المجتمع الدولي كان عليه أن يحدد من هي المجموعات الإرهابية ومن هي التي دخلت إلى سوريا، أدخلت هذا الجسم الغريب لكي يحول أنظار العالم من الثورة السورية الشعبية إلى ثورة إرهابية كما يدعي. هم دعاة الإرهاب وهم حماة الإرهاب وهم من أرسل الإرهابيين إلى لبنان وأرسل الإرهابيين إلى العراق ويعني هو أساس الإرهاب. هذا المجتمع الدولي يخون الشعب السوري، يخون الدماء، يخون الضمير، يخون الأخلاق، يخون الإنسانية، ويحاول يعني لفت أنظار العالم إلى أن هناك مجموعات لا تقف إلى يعني مجموعات إرهابية. على المجتمع الدولي أن يعي ذلك. لم يحاسب ولم يحاكم حسن نصر الله وعصابته التي دخلت إلى سوريا علنا وعسكريا، ولم يحاسب التي أدخلت مجموعاتها من الحرس الثوري إلى سوريا، ولم يحاسب المالكي على قوات أبو الفضل العباس التي دخلت في سيد الواوي وفي غيرها. سيد الواوي، ولكن يعني استنادا إلى منطوق اللائحة الأممية، مسؤولية تنفيذ القرار تقع على الحكومة والمعارضة بهذا الشكل، ليس كذلك؟ نعم، يعني مسؤولية على الأقل في الكيماوي، في مسألة الكيماوي. الجيش السوري الحر مستعد على المعارضة في الداخل. الجيش الحر مستعد لحماية المراقبين الدوليين ودخولهم إلى مناطق التي تتبع للجيش الحر وإعطائهم كافة المعلومات والوثائق ولنشرها للعالم. هناك أمر آخر، المجتمع الدولي يعلم أن النظام هو يستخدم السلاح الكيميائي، هم لديهم أقمار صناعية. بالأمس قاموا بنشر مجزرة الحولة كاملة كيف دخلت قوات النظام وقتلت الأطفال ذبحا بالسكاكين. هذا الإرسال بالنسبة للمراقبين، نحن مجبرون بأن نقبل بهم حتى لا يكون هناك يعني شك أو حجة للمجتمع الدولي أن المعارضة لم تقبل، ولكن هم يعلمون علم اليقين أن من استخدم السلاح الكيميائي ومن هو إرهابي هو النظام بشار الأسد. نعم، أشكرك النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر من سوريا. أعود أستاذ الحاج يوسف هنا بالاستوديو. الشيطان يقطن في التفاصيل، عندما تقرأ يعني بعض التصريحات على الأقل في الجهة المساندة وحلفاء دمشق أو حلفائها كذلك، لافروف على سبيل المثال يقول بأن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع حجم المخالفة التي يجب إثباتها 100%. كذلك يعني بشار الجعفري مندوب السوري لدى الأمم المتحدة يقول بأنه على الدول التي تقدم السلاح والمال لما وصفهم بالإرهابيين، وذكر على سبيل المثال
تركيا، السعودية، فرنسا، قطر، والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن، بينما كيري وأوباما يعني يعني باقي أو المعسكر الآخر لم نجد مثل، كانت تصريحاتهم كلها انتصارية، لم نجد مثل هذه يعني الغوص في التفاصيل ما تم التوصل إليه في الاتفاق. نعم، الآن منذ البداية، منذ بداية هذه الثورة، منذ أن تدخلت الدول الكبرى، حقيقة كلام روسيا هو الذي يمشي، ليس لقوة أمريكا، ليس عفوا، كلام روسيا هو الذي يمشي وهو الذي ينفذ، وأمريكا تبين كلاما أدبيا معسولا من ظاهره، في ظاهره الرحمة ومن باطنه من دونه العذاب، ونحن جربنا هذا على مدى أكثر من 30 شهر. رقم واحد. رقم اثنين، فإذا هذه التصريحات يجب أن تأخذ تصريحات لافروف وليس تصريحات كيري. كيري وضع روسيا كما يقال وتشم قابحة في اللهجة العامية عنا، لما إنسان محترم لا يقوم بأعمال قذرة، عارف كيف، أو يتظاهر بالاحترام حد أنا أقول لا يقوم، فيرسل أحد من هؤلاء السفهاء. فلذلك أمريكا جعلت السفيه لافروف السفيهة روسيا حقيقة، لأن ماضيها بما عرف كذبا وبهتانا حقوق الإنسان وكذا وكذا لا تحترمه، فلذلك لا تستطيع أمريكا أن تقوم بهذه الأعمال أمام. فتصريحات لافروف هي الأساس، تصريحات، هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني 100% وحسب حجم المخالفة، هذا الموضوع يعني يجعلنا نتذكر أوسلو حقيقة. أوسلو وقعت في 93، إلى الآن ما هو حل الفلسطين؟ انظر يعني ركب على الحكم هذا المعتوه، وعفوا من هذه الألفاظ ولكن حقيقة هذا واقع، محمود عباس، هذا الرجل ينسق مع إسرائيل والمخابرات تحت إشراف أو اتفاقية دايتون، وعندما كان دايتون هناك كانوا يعتقلون المقاومين ضد إسرائيل، أصبح رأس حربة يعني شال كتف عن الإسرائيليين باعتقال المخلصين من أبناء الثورة الفلسطينية. أوسلو صلوا الآن 20 سنة أو أكثر، 20 سنة نعم، يراد لجنيف هذه يعني التفاصيل، حجم المخالفة، لا هذه المخالفة لا تستدعي ذلك، هذه المخالفة ليست من النظام، هذه ضربت من قبل المعارضة، هذه التفاصيل سوف، وهذا قاله وزير خارجية النظام أنه سنغرقهم بالتفاصيل، وفعلا هذا الذي يحصل، لنا تجربة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نحن جربنا الغرب، جربناه في العراق، جربناه في الصومال، فأتى لنا بكرزاي ونوري المالكي، هل نريد كرزاي ونوري المالكي في سوريا؟ بشار الجعفري وهو يعني مثل معلمه بالإجرام سواء، يقول على الدول الممولة للثورة أن تتوقف عن دعم هذا. هذا الرجل يضيف جريمة إلى جريمته، الجريمة التي يضيفها أنه لا يعترف أصلا بالثورة، يعتبر هذه الثورة تحرك من قبل ممولين، هل يرضي هذا السوريين؟ هل يرضي هذا أصحاب الكتائب؟ يا أصحاب الكتائب نحن نقول من هذه المنبر الكريم، يعني حقيقة الدعم الخارجي كان فيه الموت الزؤام، لا بد من رفض هذا الدعم الخارجي سواء من هؤلاء الأنظمة التي تسير بالنظام الدولي أو من أي جهة كانت. ونحن نقول أيضا ردا على الجعفري أن الثورة سائرة بممولين وبدون ممولين وبدون دعم، وأصلا ربما لا نخالف الصواب إذا قلنا 80 أو 85 من الثورة ومسيرتها تمت بدون هذا الدعم، واعتمدت بعض الله سبحانه وتعالى على ما تغتنمه من مستودعات الأسد ومن ما تشتريه من جنوده الفاسدين. فإذا هذا الكلام لن يتحقق. نحن أقول أستاذ بالقاسم، كنت من 3 أسابيع أقرأ كتاب لورانس العرب، هذا الضابط فقط أن يذكر هذه، عسى أن يعني تعطينا إضاءة على الموضوع. لورانس العرب في 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 استطاع أن يحرك ما عرف بالثورة العربية الكبرى، وسار خلفه الشريف حسين، وسار كثير من القبائل معه حتى هدموا دولة الخلافة الإسلامية على ضعفها وعلى انحطاطها، ولكن استطاع هذا الرجل أن حقيقة يدمر دولة كبرى اللي هي دولة الخلافة، ثم قسم البلاد وشارك في التقسيم سايكس بيكو. ما أريد أن أقول كان ضابط صغير، لورانس العرب لم يكن ضابطا حقيقة، كان باحثا ثم تطوع في المخابرات الإنجليزية، استطاع أن يقلب الدنيا فوقاني تحتاني كما يقال بلهجتكم فوقي لوطي، استطاع أن يفعل الكثير. الآن أوباما، أولاند، ديفيد كاميرون لا يستطيع أن يحل المسألة السورية، هناك بوادر خير، نحن نقول في معركة، في جولة، هذه الجولة قد تكون ليست لصالحنا ولكن الجولات القادمة ستكون لنا بإذن الله، لنا بشرى من ربنا، لنا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، ونصرة الله سبحانه وتعالى تكون بعدم الانصياع إلا لأوامره، لا لشرق ولا لغرب، هذا نتعلم من دمائنا، إن تعلمنا ذلك فوالله النصر قريب. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يعطى النصر في المدينة، ولكن الله أكرمه، بل أكثر من ذلك عندما خالف الصحابة رضوان الله عليهم في أحد
قليلا نعرف ماذا حصل. أكثر من ذلك أيضا بحنين عندما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كان الدرس بليغا جدا جدا، حتى يدرك المسلمون أن وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الثورة لو حلت مشكلتين اثنتين حقيقة، موقفها من الغرب وموقفها من الإسلام، وما هو تعريف الإرهاب، الإرهاب تلك الأداة الاستعمارية التي ذكرت كثيرا وتذكر كثيرا، أداة لتنفيذ سياسات أمريكا يجب رفضها، وأصلا الغرب لا يعرفها. نحن نعرف أن الإرهاب يقصد فيها الإسلام، من يطالب بتطبيق الشريعة هو إرهاب، من يطيل لحيته عن حد معين وربما فقط لو أطالها هو إرهابي. هذه القضية يجب أن تثار، وهي تثار الآن بالثورة السورية. أريد فربما أعود بك إلى يعني آلية اتخاذ القرار على الصعيد الدولي ومجلس الأمن وإصلاح المتحدة الذي هو نقاش يعني منذ قرابة 3 عقود الآن. لاحظنا أن أمير قطر في خطابه أمام الجمعية العامة، فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي كذلك في خطابه أمام الأمم المتحدة، والأمس كذلك نيك كلاغ نائب رئيس الوزراء البريطاني كذلك، كلهم طالبوا بإحداث تغيير على مجلس الأمن. يعني كيف أصبحت يعني، وهذا كذلك يعني انعكاس لما كان يقوله الكثير من الناس، لأننا نتأثر بقرارات مجلس الأمن ولا نؤثر فيها. يعني ما الفائدة من الذهاب إلى مجلس الأمن واتخاذ قرارات أنت تعلم مسبقا أن أحد ماسكي الفيتوهات أو الحق النقد في بين 5 الكبار قد يقف ضد مرور مثل هذه اللائحة؟ نعم، يعني نحن نقول هذا السؤال مشكور جدا، على يعني لابد أن يثار أيضا في هذا الوقت ونحن نعاني بسبب الفيتو الروسي. مجلس الأمن لابد يعني في نشأته التاريخية، هو نشأ للدول المنتصرة بالحرب العالمية الثانية بعد انهيار عصبة الأمم المتحدة التي فشلت بحفظ السلام والأمن الدوليين. نشأت الدول المنتصرة اتحدت، أضيف لها الصين في عام 1970 أو بداية السبعينات. هذا النظام إذن حديث، يعني نحن نقول لابد أن يدرك الناس أنه حديث وليس قدرا حتميا لا يزال، تغير من عمره 60 سنة يمكن تغييره. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذا النظام الدولي نشأ لحماية الدول الكبرى ولحماية مصالحها، وحتى تقتسم الدول على الطاولة وليست على الحروب، لأنه الحروب العالمية اعتبروها أزعجتهم. يعني بريطانيا دمرت، ألمانيا دمرت، فرنسا دمرت، لذلك قالوا يعني يكفينا حروب، إذا أردنا أن نختلف بين بعضنا لابد أن نختلف على طاولة المفاوضات ونترك الحروب للناس للبلدان المستعمرة، وما عرف فيما بعد الحروب بالوكالة. الآن إيران تحارب الوكالة عن أمريكا حقيقة في سوريا، لذلك يكافئونها بهذه الاتصالات وهذا الغزل. فإذا النظام الدولي كان للحفاظ على الدول الكبرى لاقتسام المصالح ولجعل المحرقة تصيب البلدان المستعمرة وبلدان العالم الثالث والعالم الإسلامي الجزء الأكبر منه فيها. فإذا الدعوة لتغيير النظام الدولي هي دعوة صائبة حقيقة ولا بد من إزالته، ففيه ظلم. وربما نذكر أيام جورج بوش، جون بولتون قال هناك 750 تعديل أنا حضرته لتغيير الأمم المتحدة أيام حرب العراق، حتى كانت أمريكا تريد أن تغير ولكن لمصلحتها، نحن نريد أن يتغير لمصلحتنا. النظام الدولي يتأزم، يثبت فشله، يثبت حتى حمايته للجريمة وسوريا على ذلك وفلسطين على ذلك. ربما إلى النقطة هذه، ولكن فقط أذكر المشاهدين والمشاهدات أن خطوط الهاتف وسكايب المغاربية كذلك مفتوحين لتلقي تفاعلاتهم معنا، إذا كان موجودين وهم الرقم الهاتف وسكايب كذلك يتم تمريرهم الآن على أسفل الشاشة لكي تشاركوا بسؤال أو التفاعل معنا حول هذا الملف وهو ملف السوري في ظل القرار الأممي حول الكيماوي. أعود إلى ضيفي الكريم دكتور خالد قمر الدين، وهو قيادي في التجمع الثوري السوري، كان قال ومن مقعدك ذاك أمس أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كذلك مصيرها هو مصير عصبة الأمم إلى الزوال. يعني الآن هي تمثل المصالح الدول الكبرى، لذلك المجلس الأمن يعني لابد أن يربط بالأمم الكبرى، هذه رقم واحد. رقم اثنين ما أريد أن أقوله تتم لحديثي السابق، أنه نحن أبناء هذه الأمة، الأمة الإسلامية حقيقة عانينا أشد المعاناة من النظام الدولي. انظر قسمنا إلى مصر، سوريا، الجزائر، اتفاقية سايكس بيكو وما إلى ذلك، والسودان قسم، والعراق قسم بشكل أو بآخر، وهناك حديث عن تقسيم سوريا. إذن هذا النظام الدولي لم ينصفنا بل ظلمنا، لذلك نحن مدعوون. ونحن الآن في عصر ثورات، الآن الناس تتحرك في السودان. هذه الثورات من ناحية أخرى يعني أثبتت أننا أمة واحدة، وإن كان
يعني نحن ننتظر المزيد. فإذا النظام الدولي هو نظام ظالم حقيقة، لا بد من إثارة التساؤلات. هناك هذه الثورات إن لم تعيد المفاهيم، النظر بالمفاهيم التي اعتبرت عند البعض أنها حتمية وقدرية، لن نستطيع أن ننتصر. من حمل أسد؟ النظام الدولي. لذلك اسمع أنت الآن تصريحات بشار الجعفري، تصريحات بشار الأسد نفسه أو وليد المعلم، كلهم أو حتى إيران، لابد من احترام النظام الدولي، لابد من احترام، هم يحتمون بالنظام الدولي لمحاربة أبناء الشعوب. نعم هذا النظام الدولي متآكل، بل هو ظالم قبل أن نكون متآكل، وهو يعيش لأنه يضمن مصالح الدول الكبرى. نأخذ أستاذ، نأخذ متصل من السودان، ربما يكون له سؤال حول الموضوع. تفضل أخي أحمد من السودان. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أحمد. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. عليكم. أولا أمريكا والغرب عندهم أهداف يعني فعلية سعي حثيث جدا، وهي تدمير قوة سوريا. الشعب السوري لا يهمه بشيء، الشعب السوري هو الآن أداة لتدمير سوريا. الثورات التي صنعت في المنطقة العربية، ليبيا، سوريا، نعم، هو الآن في مصر، في اليمن، هذه الثورات يعني هم يحركونها وفق مصالحهم، وفق المصالح وفق ما يخططون إليه. النادر عندهم باع طويل جدا في المنطقة دي بالمخابرات وبتحريك الناس وتغيير حسب مجال الصوت الخلاقة. وأنا صحيح أن الأنظمة فاسدة، لكن كان من الممكن أن نختار وسيلة غير أن نقف في هذا النظام الفاسد هذا. يبحث، لا يريد أن يتزحزح، لأنهم يعني تلقى النظام حكوماتي 30 سنة يرى هذه كأنه بيته، فلا يتزحزح بسهولة. يعني كان نبحث عن وسائل أخرى، وسائل كما يفعلون مثلا أناس يتسللون من الجيش إلى المخابرات، يجلبوا السلطة، شيء من هذا القبيل. لكن لا يمكن أن تجيش الشعب والشعب أعزل، فلابد هذا النظام الفاسد أنت لا تتوقع منه خير. فهم هذه اللعبة لعبتهم، هنا استفادوا. أشكرك أخي أحمد من السودان، الفكرة قد وصلت وسوف يحاول أستاذي الفاضل الحاضر معنا الإجابة عنها. أنتقل إلى الجزائر مع معوش. معوش، عليكم أخي. وعليكم السلام، تفضل معوش. تحياتي لضيفكم الكريم. الله يبارك فيك يا سيدي، تفضل. بعد ما شاهدنا حال وضعية الأطفال السوريين في لبنان، نعم، اتصلنا بمنظمة الأليكس وطلبنا التدخل للإغاثة والتمدرس، لكن هذا غير كافٍ. هناك في الأردن والأخطر في الداخل السوري، آلاف الأطفال مهددين بالموت إذ لم يكن التدخل عاجل لإنقاذهم من المجاعة والمرض. يجب على المعارضة السورية أن تنظم نفسها مؤتمر إجماع للجيش والحكومة، الجيش قيادة واحدة والحكومة تنبثق من داخل سوريا، للمساعدة والتدخل الدولي والعربي، مرهونين بهذا. أطلب من الأمم المتحدة بإصدار قرار الحظر الجوي من أجل إنقاذ وإغاثة وهذا حق مرسخ في ميثاق الأمم المتحدة. يا أخي ما أصبح كان معكم دكتور سلام، ما نشاف يعني أسمه، أذكروا أن العاهرات عندنا عيب، وإحنا نتابع قضية سوريا بأولادنا وأخواتنا. أنا أحسب له الكلمة أعودها 27 مرة في 3 حلقات. أطلب منه أن يلغي هذه الكلمة من تدخلاته. والسلام عليكم، عاشت سوريا والخلود للشهداء الأبرار، والسلام عليكم. شكرا معوش من الجزائر. أنتقل إلى عبد العالي. عبد العالي، إذا تفضلت لضيق الوقت، إذا كان ممكن تذهب رأسا إلى تعليق أو سؤال من فضلك، تفضل.
أخويا سؤال مطروح اللي دايرين انتم في الشاشة هو هل ضاعت الثورة مع الكيماوي؟ نعم. أنا أقول لقد ضاعت الثورة منذ أن حمل الثوار السلاح، فأنا لا أدري كيف يحمل الثوار في سوريا السلاح أمام الكاميرات، وفوق كل هذا يطالبون الأمم المتحدة بتمديدهم بالسلاح، ومع ذلك المجتمع الدولي لا يدين هذا العنف من جانب الثوار في سوريا، وفي نفس الوقت يساندون الانقلاب العسكري الحاصل في مصر ولا ينددون بالمجزرة التي وقعت في رابعة والنهضة بدعوى أن المعتصمين كانوا مسلحين، الشيء الذي أنكره مؤيدي الشرعية. فإذا اعتبرنا أن الثوار في مصر يحملون السلاح فنحن في مصر أمام متهمين ينكرون التهمة الموجهة إليهم، أما في سوريا فنحن نجد أنفسنا أمام متهمين يعترفون بالتهم المنسوبة إليهم، فكيف يمكننا أن ندعم الثوار مسلحون دون أدنى شك وندين الثوار لمجرد أننا نشك في حملهم للسلاح؟ أشكرك عبد العالي، ولكن سوف نتيح الفرصة إلى الأستاذ حاج يوسف للإجابة. أحمد من السودان يقول أن الأنظمة فاسدة في وطن العربي، ولكن التغيير لا يجب أن يكون بالقوة ولكن بوسائل أخرى. معوش يذكر الإغاثة، إغاثة الأطفال، وكذلك ربما الكارثة الإنسانية في سوريا. أما عبد العلي من المغرب فيقول بأن الثورة السورية ضاعت بحمل الثوار للسلاح، وبأن وفيه عمل مطابقة بين كيف أن الغرب يكيل بمكيالين فيما يخص الملفين السوري والمصري. تفضل. طيب إذا ابتدأنا من أحمد من السودان، هو يعترف، يعني هذه جيد، يعترف أن الأنظمة هي فاسدة ومجرمة، هذا حسن، ولكن حقيقة وينكر على الثورة أنها تطلب المساعدة من الغرب، وأنا أنكر أيضا الطلب المساعدة من الغرب، ولكن أقول هذه الثورات قامت تحت الظلم وليس استجابة للغرب، وإذا كنا سنرفض الغرب حقيقة فإن أفضل طريق لرفض الغرب وقلعه من بلادنا هو قلع عملائه حكامنا، يعني لابد من الثورة على هؤلاء الحكام، هم المنفذ الكبير في السودان، في سوريا، في الجزائر، في المغرب، هم الذين فتحوا حتى مكاتب المخابرات وملفات المخابرات للغرب تحت مسميات محاربة الإرهاب والتعاون لمكافحة الإرهاب وكذا وكذا. فهذا كلامه يأكل بعضه، الحكام فاسدون يجب أن يزالوا رقم واحد، اثنين الغرب يجب أن لا يتدخل بشؤوننا، هذا يعني قلع هؤلاء الحكام لأنهم هم المدخل الأساسي للغرب. الذي قاله الأخ بالجزائر، طبعا لا شك سوريا الآن تدمر، تحتاج لإغاثة وتحتاج لجهود كبرى حقيقة. المتداخل الأخير من المغرب أنه ضاعت الثورة عندما حمل السلاح، لا شك أن الثورة كانت سلمية، فقط أذكره أن بشار الأسد حقيقة كان يوزع السلاح على الناس لأن هذا ملعبه، ونحن كنا من الناس أن نقول لنحافظ على سلميتها، ولكن هذا لم يحصل، وأصبح حقيقة من الماضي نحن أمام واقع، هؤلاء الثوار يدفعون دمهم ويضحون لا بد أن يعني نحييهم حقيقة، وهم يحمون أعراضهم. الثورة يعني عندما حمل الناس السلاح لحماية الرجال والأطفال والنساء، لحماية الأنفس، لم نكن نريد أن نعطي هذه الفرصة لهذا المجرم بشار الأسد، لأن السلاح ملعبه ملعب أبيه، في الثمانينات قتل 40,000 رجل، فهو مجرم يعني بالوراثة، لم نكن نريد حمل السلاح، وأثبتت الوقائع أن حمل السلاح نعم أصبح يضرب كيماوي يضرب كذا، هذا واقع أصبح يعني من الماضي، لابد من متابعة الثورة حتى تزيل هذا الظلم الطاغي وتحقق أهدافها. أشكرك الدكتور يوسف حاج يوسف نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير على قبول الدعوة. أشكر كذلك السادة وسيم زكور وناشط ميداني من إدلب، النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر، سمير سطوف عضو المكتب مجلس الوطني السوري كذلك الذي كان معنا من الجزائر. نهاية عين على الثورة لهذا اليوم، إلى الملتقى. شكرا أستاذ، شكرا لك.